يا للأسف يا للأسف يا للأسف، مواطن يشعل النار في كنيسة بعد إسراف زوجته في التبرعات لها. ماذا فعل هذا المواطن؟ في صباح يوم 26 يونيو اندلع حريق في كنيسة باسيل الكبير في قرية بمقاطعة سانت بطرسبورغ الروسية، وسرعان ما اجتاح الحريق السقف الخشبي وجدران المبنى، وكان من المحتمل أن يحترق المكان بأكمله إلى أن يصل رجال الإطفاء إذا لم يقم أبناء الرعية بإطفاء الحريق بأنفسهم. ومع ذلك كان الضرر كبيرا، حيث أفادت وسائل الإعلام المحلية أن العديد من السكان المحليين تأثروا وهم ينظرون إلى ما أماكن عبادتهم المحلية، لكن ذلك الحزن سرعان ما تحول إلى موجة من الغضب تجاه هذا الشخص المسؤول عن هذا الحريق. في البداية أعتقد الكثيرون أن الحريق كان نتيجة انماس كهربائي بسبب خلل في الأسلاك الكهربائية، لكن لم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى عثرت الشرطة على الجاني الحقيقي، وهو رجل يبلغ من العمر 36 عاما، يزعم أنه قرر الانتقام من الكنيسة بعد تشاجره مع زوجته. وبحسب ما ورد، تشاجر والد لأربعة أطفال مع زوجته التي تطوعت الكنيسة لأنها استمرت التبرع بكل أموالهم لها. لذلك وفي صباح اليوم وضع عبوة بنزينه إلى صندوق سيارته وتوجه إلى الكنيسة ورش الجدران بالوقود، وبعد التأكد من عدم وجود أحد بالداخل أشعل النار فيها. كان يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ولديهما أربعة أطفال، وزوجته تعمل في الكنيسة. وذكرت صحيفة برافيد، وهي صحيفة يومية، أن كل ما كسبه جلبته إلى المعبد كنوع من التبرع. هو ليس معبد يا أستاذي، كنيسة. فسقط في صراع، إما أن يفعل شيئا لزوجته أو يحرق المكان. قرر الزوج حرق الكنيسة ولم ينكر أمام الشرطة، حتى أنه طلب احتجازه بسبب جريمته، لكن القاضي قرر إعادته إلى منزله حتى صدور الحكم في قضيته. قد يكون ذلك بسبب عدم وجود سجل إجرامي أو بسبب أطفال الأربعة، ولكن على الأقل في الوقت الحالي لحسن الحظ، على الرغم من أن الحريق ألحق أضرار جسيمة بكنيسة القديس باسيليوس الكبير، إلا أن الداخل لم يتأثر إلى حد كبير بالنيران، وفقا للكهنة الذين يخدمون هناك. حفظ الله مصر وكل شعبها، حفظنا لأننا شعب نؤمن بالله ونؤمن به. رحم الله كل الذين أصابوا، ونشكر الله على عدم إصابة أحد. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم. أمين. لا تنسوا اشتراككم في القناة، قناة الملكة والأمين.